بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله رب العالمين، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، يقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله جل وعلا طمأنينة في القلب، وراحة في النفس، وسعادة في الدنيا والآخرة. بذكر الله تقال العثرات وتمحى السيئات، ويزيد الله عز وجل في الدرجات. يجد الإنسان بذكر الله عز وجل نفسه طيبة متفائلة راغبة فيما عند الله جل وعلا. وفي المقابل نجد أن الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بقلوب صافية ذاكرة لله عز وجل، حابة لكتاب الله، منكرة لما يبغض الله جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما تعلمون، تحدثنا عن أهمية علم التجويد وتوضيحه باختصار، ولهذا العلم أحكام كثيرة. وأول حكم يتصدر به كتب أحكام التجويد هي أحكام النون الساكنة والتنوين. بعد أن استمعتم إلى أوجه الاستعاذة والبسملة كما قررها الشيخ خالد الدكالي بارك الله فيه، تبدأ مباشرة أحكام النون الساكنة والتنوين، وقد ابتدأ بها الإمام الجمزوري رحمه الله في تحفته المسمى تحفة الأطفال، فقال رحمه الله: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت، في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما، فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا.
والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 14 في 14 ورمزها فع، في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. فالحكم الأول من هذه الأحكام الذي قررها الشيخ الجمزوري رحمه الله في تحفته هو الحكم الأول، حكم الإظهار. وهذا الحكم هو أسهل أحكام النون الساكنة والتنوين، حيث لا يحتاج فيه القارئ إلى كلفة، بحيث يخرج النون الساكنة أو التنوين الناتج عنها نون ساكنة يخرجها بسلاسة وبدون كلفة. ولهذا الحكم تعريف، وهو لغة البيان، يعني أظهرت شيئا أي أبنته، واصطلاح في اصطلاح علماء التجويد هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة، باختصار إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. ولهذا الحكم 6 حروف فقط، إذا أتت قبل هذه الحروف 6 نون ساكنة أو تنوين فعلى القارئ فيجب على القارئ أن يظهر النون الساكنة ولا يحدث فيها أي غنة أو أي صوت آخر. هذه الحروف هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه 6 حروف يجب على القارئ إذا وقع بعد هذه الحروف أو قبل هذه الحروف نون ساكنة أو تنوين، فيجب على القارئ أن يظهر هذه النون الساكنة أو التنوين قبل هذه الحروف. مثال ذلك عند نون ساكنة مثلا بعدها همز، مثال ذلك عندنا حرف واحد نمثله وهو الهمز، مثال ذلك من آمن، سمعتم أن يخرج القارئ النون الساكنة بدون كلفة، من آمن. التنوين أي تنوين بعد همز كل آمن، لأن التنوين هو فرع من النون الساكنة، وقد عرفه العلماء هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر اسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. هذا بالنسبة للحكم الأول، حكم الإظهار. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. يا قارئ القرآن، استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أخي الحبيب، يرشدنا هذا الحديث إلى أمرين مهمين: الأول الاهتمام بإتقانه وضبط حروفه كما أنزل مصداقا لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، والأمر الثاني ألا نيأس في تعلمه مهما صعب وشق علينا ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار.